تعني يعني تأجيلها؟ تأجيل من نفسنا ونضعها في مكانها. أيوة. تأجيل تسليمها يعني. نعم. إذا وضعت في مكان حريز وكتب عليها احتياطا لعل المزكي مرض مات إلى آخره بحيث أنه يضمن أن تصل إلى أولئك الفقراء فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر خلافا لما يذهب إليه الشافعي وغيرهم لأن حديث معاذ الذي يستدلون به ليس صريحا في المنع وبخاصة تعرف حديث معاذ أظن لما أرسله الرسول لليمن وقال له فإنهم أجابوك فأخذ من أموالهم لترد على فقرائهم. أي نعم. فهذا الحديث أولا ما يدل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد إلى بلد آخر لأن اليمن مجموعة بلاد ما قال مثلا إلى صنعاء حدد يعني. هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه لو حدد هذا لا يعني أنه لا يجوز إذا كان هناك فقراء في بلد أخرى هم مثلا أحوج من البلد الأولى فيجوز إذا حجز مال الزكاة لإيصالها إلى فقراء في بلد أخرى. في شيء غيره؟ اتفضل حتى تجي يجي الشاي معلش. إذا الله لا.